أبطال الهجرة المشرفة. ما بين مكة ويثرب، نفحات تاريخ وآثار خطوات المهاجر العظيم تشد الأبصار والقلوب وتحيي ذكرى الهجرة المشرفة. وأشخاص سجلوا مواقف من نور أضحت الهجرة واقعاً عبرهم. أبطال الهجرة المشرفة. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عام هجري جديد أطل علينا بكل السماحة والجمال والجلال النبوي، فكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وستر. نأتيكم في هذه الأيام المباركات، أيام الهجرة النبوية المشرفة، لنلتقي مع أبطال الهجرة المشرفة. فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بأبطالنا النجوم في هذه الهجرة المباركة. المدينة المنورة. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن بعد مكة المكرمة، وهي عاصمة منطقة المدينة المنورة الواقعة على أرض الحجاز التاريخية غرب المملكة العربية السعودية. تبعد المدينة المنورة حوالي 400 كيلومتر عن مكة المكرمة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وعلى بعد حوالي 150 كيلومتر شرق البحر الأحمر. تبلغ مساحة المدينة المنورة حوالي 589 كيلومتر، منها 99 كيلومتر تشغلها المنطقة العمرانية، أما باقي المساحة فهي خارج المنطقة العمرانية، وتتكون من جبال ووديان ومنحدرات سيول وأراضي صحراوية وأخرى زراعية ومقابر وأجزاء من شبكة الطرق السريعة. أسست المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية بأكثر من 1500 عام، وعرفت قبل ظهور الإسلام باسم يثرب، وغير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من يثرب إلى المدينة المنورة بعد الهجرة. تضم المدينة المنورة ثلاثة من أقدم المساجد في العالم: المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين. يبلغ عدد سكان المدينة المنورة حوالي 1,152,991 نسمة، وتضم المدينة بين أحضانها الكثير من المعالم والآثار، وأبرزها المسجد النبوي الذي يعد ثاني أقدس المساجد بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مقبرة البقيع والتي تعد المقبرة الرئيسية لأهل المدينة والتي دفن فيها الكثير من الصحابة، ومسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، ومسجد القبلتين وجبل أحد، والكثير من الوديان والآبار والشوارع والحارات والأزقة القديمة.